خلينا نقف هنا بقى، وعايز اسالك عن الصيام المتقطع اللي ظهر برضو مؤخرا زي كيتو دايت كده، وبقى عامل عنده سكسي كده عالمي ده. عايز اجربه، وانا الحقيقه عمري ما عرفت اعمله ولا قدرت، بس يعني ان انا اصوم 16 او 8، وفي ناس كمان بتجود وبتصوم 18، في ناس بتصوم 20، ده هل ده صحي وكويس؟ معدتي المفروض بتفرز حاجات وبتشتغل الصبح بتشتغل الظهر، انا اقعد شهور ماشية على سيستم غريب، ده صح ولا غلط؟ طيب الأول تعالى نقول اللي قالوا النظرية دي بيقولوا إيه، لأن هم ما قالوش ولا حاجة من اللي الناس بتقولها. اللي أصحاب النظرية اللي كتبوا الكتب بيقولوا إيه؟ بيقولوا رقم واحد إن هذا البرنامج لا يطبق إلا 5 أيام، أدي أول حاجة. 5 أيام في الأسبوع. 5 أيام في الأسبوع، أدي أول حاجة. وما يكررش كل أسبوع؟ بس لحظة، بس أقول لحضرتك. 5 أيام في الأسبوع. 5 أيام في الأسبوع. يومين الفاضلين. دي رقم، ويومين لأ مش موجودين. ثم الأسبوع اللي بعده 3 أيام في الأسبوع وأربعة لأ. ثم الأسبوع اللي بعده يوم واحد في الأسبوع. فقط. ووقفوا خالص 3 أسابيع يعني؟ فقط لا غير. 5 3 1. وده ليه يا استاذي حضرتك عايز تعمل ده؟ بيعمل ايه؟ حاله من تنظيف للجسم وتنشيط للجسم. هل حضرتك ادعيت ان ده برنامج خسسان؟ لم يدعي ولا جه جنبه خالص. هم ليه قاعدين بيحرق الدهون العميقه وبيحرق مش عارف ايه؟ ولا عميقه ولا مش عميقه، ولا قال هذا الكلام نهائي. طيب ناخد نفس النظريه، انت قلت ايه بقى جوه البحث بتاع حضرتك؟ قال ان حضرتك عايز اصوم اكل وجبتين، والصيام امتى؟ الصيام بين الوجبتين وليس الصيام مسائي، وعمره ما قال كده. لا ان الصيام يبقى مسائي. يعني وقف اكل امتى؟ يعني حضرتك هتاخدي وجبه الساعه 6 صباحا، هتاخدي الوجبه الثانيه الساعه 6 مساء، هتاخدي وجبه الساعه 7 صباحا، الوجبه الثانيه الساعه 6 مساء. دول 12 ساعه بس، دول الصيام 12 11 8 9 4 5 مش مهم، بس الصيام في وقت حضرتك صحيه فيه. اللي ترجم في مصر ان الصيام اثناء النوم. قال لك اصوم 8 حسب ال 16 ساعه منهم 8 ساعات نوم او 10 نوم، وده مش موجود في العلم، لان نوم حضرتك هو الموت القصير، ما فيهوش خالص اي فوائد من الفوائد دي نهائي. بس جسمي نهائي. بيعمل ريستارت وبينظف نفسه، والطاقه اللي بيستخدمها جسمك تتراوح من 5 الى 8% فقط لا غير. وانت نايم. وانت نايم. لما مش جاي تبقى صايم يعني. ما تحسبش الصيام اساسا. ما تحسبش الصيام، هو ده النقطه. فيبقى يعني دلوقتي الصيام المتقطع هو عباره عن حاجه بعملها او ريجيم بعمله لمده 3 أسابيع ورا بعض بس فقط لا غير، لفوائد صحيه 5 3 1 لفوائد صحيه بزبط. واسباب معينه اللي هو تنظيف الجسم بزبط. ويبقى مش بالضروره 16 ساعه، ولازم يبقى فتره الصيام اثناء ما انا صاحيه مش ما انا نايمه، يبقى يعني وجبه الفطار ووجبه مثلا العشاء اللي بدري بزبط. هو ده. بس حضرتك بتقول انه لفوائد صحيه، صح؟ يعني ده معناه انه مش بالضروره يكون ليه اثر للدايت على الوزن. خلاص خلاص خلاص، انت بترهق كل اعضاء جسمك طول اليوم، والاكل بيرهق جسم حضرتك، الجهاز الهضم كله من اول التكسير، بلعوم، المعده، الاثنى عشر، الامعاء، قولونك، الدم، الدوره الدمويه، الخلايا كلها ليها وظائف كتير، انت بتجبرها على وظيفه استقبال واستخراج اكل فقط لا غير طول اليوم، طول ما انت بتاكل، طول ما حضرتك بتاكل او بتشرب. فانا بالصيام المتقطع بريح. برافو عليكي، بتدي فرصه لكام خليه؟ احنا جسمنا تراوح فيه كام خليه؟ 4 تريليون خليه. أزحم سكان العالم، مفيش دولة زينا، أنت أزحم دولة ماشية على الأرض، 4 تريليون خلية، إدي فرصة للعالم دي تعمل وظائفها البيولوجية الأخرى، أنت مش مدي فرصة، فلما بتدي الفرصة بتبدأ جسمك يستعيد الطاقة، ويبدأ جسمك يبقى إنرجيتك أكتر. طيب إيه اللي بيفيدك في منطقة الخسائر؟ إخراجك بيبقى أحسن، التكسير والهضم بيبقى أفضل، وبالتالي بترجع حضرتك وزنك باي برودكت، منتج ثانوي إن وزنك بيخس.